السلام عليكم حجي. وعليكم السلام. اليوم زرتنا مكتب مباراة الشاكر في البصرة. حجي ممكن تشرح لنا عن معاناتك وسبب جيتك مثل اليوم هنا؟ والله معاناتي عندي بنات اثنين كانوا مرضى، واحده من عندهم توفت راحت رحمه الله يعني بشهر رمضان هذا الفاتج قبل شهر ونص تقريبا، وهاي الثانيه بظهرها غده يعني صار لي سنتين تقريبا اراجع او اكثر يعني، وصل الديون اللي من الناس يعني طلب من الناس تقريبا ب 12 او 13 مليون. اخر شيء هسه قالوا بعد عمليه ما يصير لها، يعني نجاح العمليه 0%. قلت له زين دكتور الحل شنو؟ قال زين. قلت له زين يعني العمليه شنو تاثيرها؟ قال تاثيرها اذا سوينا العمليه راح تنشل البت و100% تعاد الغده. قلت له اذا تنشل البنيه والغده تنعاد ما بها فايده، اذا لما نسوي العمليه؟ قلت له زين الحل غير العمليه. قال لي غير العمليه لازم نسوي لها أوبر، دورة مال أوبر من 10 إلى 12 أوبرة، لكن الأوبر غالي. الأوبرة الوحدة بثلاث أوراق دورات $3، $300. أي نعم $300. حاجيت ولد بصيدلية وهاي قال لي يجوز أمنها لك ب300 عراقي، يعني فيني ينقص لي 60,000 تقريبا يطيح. قلت له جزاك الله خير، بس هي كل أسبوع أوبرة و300 مين تدبر؟ وغير الكروة، هالحكي غير كراوية روحة وجاية، بس الكروة مال سيارة 50,000، لأن بالقرنة بعد نقل من هناك من القرنة لهنا 50,000، يعني مصاريفنا يعني رادلنا بالأسبوع فد بالقليل 350 375 يعني 400 إلى 25 رادلنا بالأسبوع. هاي كم أوبرة هو بالحكي؟ قلت لك من 12 إلى من 10 إلى 12 أوبرة. هسه كم أوبرة أخذتها؟ 2 حالياً. هسه وصلنا أوبرتين بس. ايش قد صارت عليك الوحده يعني؟ صار ولد الوحده ب 300 حسب لك؟ نعم الوحده ب 300 عراقي. زين شلون رتبت امورك على هاي الأوبرتين يعني؟ والله الخيرين واللي الناس اهل الخير يعني. نعم اكو امراه جزاها الله خير، جزاها هي اللي تبرعت باول ابره يعني مباشر، هي اول ابره قالت هاي انا من عندي شالت نطتها، واثنين من يمنها هم جماعه أم جزاهم الله خير الجزاء قالوا احنا علينا الكروة والشو اسمه والأبرة. يعني هسه عندك انت الثلاثة وبعد ما عندك أحد يعني. لا الاثنين انتهى. هن اثنين يعني وحدة شالتها المرة. نعم. واثنين ولد شالوا أبرة وحدة. نعم. هاي اللي هسه اليوم ضربناها يعني. نعم. يعني اليوم خلصنا هم. نعم. فالباقي بعد يم الله سبحانه وتعالى، والدكتور يقول إذا ما كملن هذن الدورة هذا عملك كله هيك فاشل. إن شاء الله الإخوان يسمعونا. واللي هي شنو عندها هشاش صار بالعظام، الغده ماكله العظام عمود الفقري والجهه اليسرى مال رجلها، فهي هاي مفعول الابره هاي فايده لهشاش العظام وللغده تيبس الغده، والدكتور يقول يحتمل ان شاء الله تموتها يعني، وبعد يم الله سبحانه وتعالى الباقي العلاج. اي بعد هو واضح انا ما اقدر انام لسه يعني، نومتي هيك قاعده او امشي على هاي، وظلنا صار لنا انضربنا شاع لسه سنه كامله وظلت ما تحسنت حالتي، ظلت امشي على هاي وهسا على الابر. جزاهم الله خير يعني اللي يشوف الحاله ويساعدها. زين هسه انت حركتك كلها على هاي معتمده مو صحيح؟ اي حركتي على هاي. حتى قعدت يعني ما تقدر تقعد الا واحد يجوم هو تكبر هاي. والألم الأذين شيء مكان يعني بالظهر هي بالظهر هي بالعمود الفقري. نعم يعني كم شيء من الأذين شيء تأذيني بس ورا ما ضربنا شاع شوي أشوى بس هم تأذين نفس الشيء تنشنط مرات تظل تأذين. وهسه من أخذت الأوبر يعني؟ لا الأوبر بعدهن ما مغيرات ما إيش ما نعرف يعني، بس إحنا حسب حكي الدكتور يعني هسه لحد الآن أوبرتين وصل. هل الأوبر بالوريد أو لا لا بالمكان مكان يعني الورمة يعني مكان الورمة عالجلد ومكان الواشر. اي نعم هي بالجلد لا بالبطن قاعد يضربون بس مباشر عن يعني جلد. نعم ان شاء الله الاخوان اذا تحب شيء اي شيء تقول حجي يعني انا هاي الوصفه اذا يحب واحد يشوف الابره يعني يشوف يعني مثلا ياخذ الوصفه مالته يروح مثلا يسال عليه
يقدر مثلا يحصلها. لان انا من سالت الدكتور قلت له اكثر شيء وين احصل، اني انا افتريت بالعشار ببريها. يعني الحكومه ما عندهم هم بالتوفير؟ لو ما عندهم الحكومه هي الابره 2000 يقول لك جيب لي من الصيدلي، مو بعد 300 دولار. وافتريت هاي الحكي بالعشار ببريها بالزوير بالبصره مركز البصره ما موجوده، صيدليه واحده جايبتها والوحده ب 300 دولار. يعني ابو الصيدليه قال لي هذا عندي 3 اوبر، هذا اني راح ابيعهن لك بفلوسين ب 300 عراقي، بس الوجبه اللي تجي النوب اذا اكمل له لا بعد على السعر اللي اشتري به. يعني الله يعلم ايش قد راح يسوي لي. بس ما ان شاء الله الاخوان يسمعونك حج وما قصروا وياك، واحنا راح ناخذ منك هاي التقارير واللي قدرون بما قصروا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.